عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إيمان المداحي. عن حزب الوحدة الشعبية محمد المهدي الطباخ. يحيى بن علي. عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أمال القاسمي. عن الحزب الاجتماعي التحرري طارق الخياري. عن حزب الخضر للتقدم ملاك ليزيد. عن الكشافة التونسية وسيم خماجة. عن الشبيبة المدرسية نوال مصدق. عن المنظمة الشبابية النسائية إناس نصايبي. ممثل عن الإبداع الرياضي هدى ميلاد. ممثل عن الإبداع الثقافي أماني سويسي. وختاماً عن الشباب التونسي بالخارج طارق الطالبي.